استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الرئاسة بأبو ظبي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وتبادل سموهما معهم تهاني وتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل معربين عن تقديرهما للدور الذي يقومون به في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع بلدانهم. من جانبهم أعرب أعضاء السلك الدبلوماسي عن سعادتهم بلقاء سموهما وتبادل التهاني معهما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار. كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بحلول شهر رمضان من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة العدل ودائرة القضاء بأبو ظبي. وعرب سموهما عن تمنياتهما لكافة مؤسسات الدولة التوفيق والنجاح في خدمة مسيرة الخير والعطاء والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي.